بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني النحالين، مع هذه تهطل الأمطار من السماء وصوت الرعد نقوم بتسجيل هذا الفيديو لكي نوضح بعض الأمور حول هذا الاضطراب الجوي الذي دام لأكثر من أسبوعين والنحال في حالة من أمره. سعينا أن نسجل لكم هذا الفيديو لنجيب على بعض التساؤلات ونعطي بعض الحلول للنحالين المبتدئين ماذا يفعلون في مثل هذا الاضطراب. وقبل أن نبدأ التحدث عن الحلول والإجابة على الأسئلة، أقول لكم بأن أنواع النحالين ينقسمون إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو نحال عسال الذي يجني إلا العسل. النوع الثاني نحال طرود الذي يقوم إلا بقسمة النحل. والنحال الثالث وهو النحال التاجر الذي يجمع بينهما. نذهب إلى الأسئلة التي وردتنا عبر القناة وعبر الهاتف وفي مواقع التواصل الاجتماعي. سؤال أول، هناك يقول عندي خلايا التي خلية تحتوي على عسالة واحدة، وقد انهار النحل وتراجع وفقد المخزون العسل، وقد أصبحت خلية على 10 إطارات، يعني النحل اللي كان في العسالة بطل الصندوق الأم. في هذه الحالة أخي النحال أنصحك بتقديم التغذية السكرية للنحل بمقدار 3 لتر، مقدار 3 لتر محلول سكري مرة أو مرتين، والمدة التي بينهم تكون 4 أيام بين كل تغذية وتغذية. وبعد ذلك إذا كان لديك صناديق تحتوي على 7 إطارات هي والعسالة تاعها، حول الصندوق تاعك تاع الأم هذا الذي يحتوي على 10 إطارات في صندوق 7 إطارات. إلى هنا تكون الحالة مرة مفهومة. حول، قم بتغيير الخلية للصندوق، صندوق تاع 10 قلبوا في صندوق تاع 7 إطارات، وبذلك تقوم قد ضغطت النحل وعاودت النحل استعاد نشاطه وقوته. ويقول آخر، إذا لم تتوفر لدي صناديق ب7 إطارات أنصحك باستعمال الحاجز. الحاجز يتكون من الخشب ضحو في الصندوق الأم والصندوق في العسالة، يعني احجز النحل على 7 إطارات فقط. بهذا نكون قد جاوبنا على السؤال هذا. كاين سؤال آخر، إذا وجدت أن واحد قال لي وجدت النحل تراجع في العسالة فقط، يعني الصندوق تاعي فيه النحل فيه النحل بكثافة، ولكنه فقد المخزون العسل تاعه وراح ينهار للصندوق. بمثل هذه الأجواء أنا نقول له قم بتغذية النحل، غذيه مرة أو مرتين ثاني بنفس الكمية اللي هدرنا عليها في السؤال الأول، وبعد ذلك يقول لك أنا أجني العسل وعندي مرعى جيد من أشجار الكاليتوس والسدر والبلوط، ومن بعد يصبح عندي عسل مغشوش. في هذه الحالة عندك 3 حلول. الحل الأول، قم بإنزال الإطارات التي تحتوي على العسل إلى صندوق الأم، وارفع إطارات حضنة. هذا إن وجدت المخزون، وانا اراهن 90% ما راح تلقى المخزون، لان التغذيه هذه راح تحفزه برك وتنشطه وتخليه على قيد الحياه. هذا مفهوم. الحل الثاني، اذا لم تجد اطارات حضنه في صندوق الام وتكون مختلطه بالعسل، ماذا افعل؟ ندي الاطارات تاعي هذوك وتكون عندي خلايا اخرى، نوزعهم ثاني على كل خليه، نعطي لها اطار وندي منها اطار اخر يتكون من حضنه مفتوحه او مغلقه خاليه من السكر. هذا واذا لم يتوفر هذه الحلول، في الحل الثالث وهو حل بسيط، تاخذ الاطارات التي تحتوي على العسل ناتج عن التغذية، ثم تقوم بفرزه وتقوم بتخزين ذلك العسل للاستعمال في فصل بعد جني العسل، تعود تعطيه للنحل باه يعاود يريكيبيري به، يسمى يستعيد نشاطه. نورمالمون هنا الحل راه مفهوم. هذو هما الأسئلة اللي داروا بزاف، وتلقيت عدة أسئلة تقريبا، النحالين كلهم
يسألون نفس الأسئلة. روحوا للنحالين اللي حوسوا يخدموا طرود، قال غير الرأي تاعو، قال لك انا كنت راح نجني العسل ومن بعد نضرب كيف ندير، نقسم النحل تاعي ونربح طرود، بالك العسل الخريف ولا يبيع طرود، الله اعلم كل واحد والمبتغى تاعو. انا واش نقول لهم؟ قم ثاني بتغذية النحل حتى تصبح لديك الخلية على 20 إطار، ثم قم بتقسيمها بتقسيم كلاسيكي على 3 إطارات، لأننا نعيش في أجواء شتوية ربيعية صيفية، لأن هذه الأجواء تشبه بداية الربيع، خروج فصل الشتاء وبداية الربيع، لأن النحل سوف يستعيد نشاطه ويتحسن بإذن الله وتكون القسمة جيدة في هذا الوقت، لأننا على حسب التجارب تاعنا الأعوام السابقة كي يكون الأجواء كما هذه الطرود راح تنجح وتكون الحرارة قليلة، مما تساعد الملكة على التلقيح وتنجح الطرود. وكاين اللي يقول لك بالك، كاين اللي يقول ما انا ما عنديش صناديق على عسل، هل استطيع تقسيم النحل لتوصل لي على 10؟ ثاني نعم نفس الشيء، تقسيم كلاسيكي 3 إطارات، إطار حضنة، إطار بيض وحضنة مفتوحة، وإطار فيه غذاء، وقم بتغذية النحل تاعك. وشنو هنا لازم عندما تريد أن تقسم انتظر قليل حتى تصحو الأجواء هذه لتساعد على الملكة على التلقيح، هذا مكان. وفي الأخير نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، والقناة هذه راها في خدمة النحالين المبتدئين. أي أسئلة اتصلوا بنا، عندنا رقم هاتف، عندنا حساب في الفيسبوك، عندنا في القناة التعليقات، تخدمكم القناة هذه بإذن الله 24 ساعة على 24 ساعة. أي تساؤل، أي استفسار، نحن لها ونحن في خدمتكم إن شاء الله، ورب يوفقكم ويبارككم إن شاء الله في رزقكم، واتصلوا بنا والله لن نجيب عليكم كل أسئلة، والتي لن نستطيع أن نجيب عليها نقوم بتوضيحها في الميدان، وهذه الأسئلة اللي جاوبنا عليهم الحلول الله غالب كانت الأجواء كتب فيها شتوية وأمطار وما قدرناش بها نروحوا للمنحل ونفتحوا على الخلية بها نوريكم صوت وصورة، بصح نديروكم بإذن الله فيديوهات في الأيام القادمة إن شاء الله عن هذه الطرق، لأننا سوف نعمل بها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.